مواهب الميول في كلمة قريتها تلخص الشيء الكثير اللي هي رفق. ها؟ رفق الشخص اللي يبغى يحدد ميوله يحدد رغباته يحدد رفق تعني مصطلحات الراء يعني الرغبة رغبة الشخص نفسه توجهه ايش يبغى الفاء الفرصة هل عندك متاح لك الفرصة انك تكون في المجال الفلاني في الجانب جانب معين من المجالات القاف القدرة ممتاز. هل أنت قادر على الاستمرارية وعلى الدراسة أو على العمل في المجال هذا أو غير قادر إذا توفرت كلها فيك اتكل على الله وابدأ صحيح جميل جدا مخلد شاعر ومثقف وجوجل ما شاء الله صراحة ثقافتها يعني ممكن هم من المميزين ثقافيا يعني ما شاء الله ولا كلهم مميزين ونعم. عبد العزيز رباح ومخلد يعني حول بعض ما شاء الله تبارك الله الثقافة ايه صح اي ام سوري لا ونعم فيهم يعني لما نشوفهم على البست تجي الاسئله نشوف الاجابات انت ما شفناك الا مره واحده يا طه يعني على في البرايت لكن عديت على طول اي على طول ما شاء الله عليك لكن مخلد جاء كم مره فنشوف الاسئله يجيبها ما شاء الله تبارك الله مزبوط اسلم يا ابو فهد فما شاء الله على مخلد فعلا هذا هو انك تتعلم وش تقدر تسوي وكيف تحافظ على اللي وصلت له انتم صراحه وانتم في نهايه البرنامج انتم امام حياه جديده وطويله ما اقول الطريق فيه مشقه ولكن الطريق يحتاج جهد البعض بعض المشاهير ينطلق وفجاه يغيب نجمه ليش يغيب نجم المشهور هذا لانه ما حافظ على القدرات اللي المهارات والقدرات اللي حصل عليها لو كان الانسان يحافظ على اللي حصل عليه ويزيده ويطور نفسه ويخالط الثقافه الناس المثقفه ويبدا يستزيد علميا ومهنيا وفي تخصصه اللي الله عز وجل وضع فيه يستزيد هنا راح يحقق اعلى النتائج ويكون دائما متجدد كل معلومه جديده تكون حاضره كل ثقافه تجي كل كتاب يطلع أجي كل بحر علم أستزيد منه خذ من كل بحر قطرة يا سلام عشان تكون متنوع لما يدخل أحد في صفحتك الرئيسية يقول ما شاء الله تبارك الرحمن وش هال يا سلام ما شاء الله تبارك أبو فهد سؤال كذا طرى علي تفضل يا نادي الشباب ها الله يسعدك يا طاهر بما أنك في الاستشارات أكيد فيه يعني